دورك عظيم ما تجيب قصيدة يا معلم قبل اختراع الدفاتر. الأم هي مدرستنا الأكيدة، هي مرتكز لأجيال ماضي وحاضر. دورك عظيم ما تجيب قصيدة يا معلم قبل اختراع الدفاتر. تمسك ولدها في دروبه من ايده ولا تترك رغم التعب والمخاطر. دورك عظيم ما تجيب قصيدة يا معلم قبل اختراع الدفاتر. بذلت سنين العمر وهي سعيدة، ضحت بكل العمر أول وآخر. دورك عظيم ما تجيب قصيدة يا معلم قبل اختراع الدفاتر. يا معلم قبل اختراع الدفاتر. يا قطعة روحي يا قلبي ويا عياني، يا بلسمي يا ضحكتي يا منيتي. أختي بعد نبضي قلبي ودم شرياني، كتبت لك قاف وغنيته بأبياتي. إن جيتك بضيقي ولا جيت شفقاني، أنسى همومي معك في كل الأوقاتي. يا جال ربي ديما الود من عني، عسى السعادة بدربك دوم مدحتي. عسى السعادة بدربك دوم مدحتي. رب ترحم بفقد والدينا، جر الزمن والناس زايد جفاها. يا رب ترحم بفقد والدينا، جر الزمن والناس زايد جفاها. حزين يذرف دمعته ما ولينا، ترمي بها ايام قاسي وطاها. الدين والصبر والرسول بسنينا، اكفى اليتيم وجنتك لك جزاها. يا رب وحدك تغمره بالسكينه، تزرع مدنيا ويقطف جناها. تزرع مدنيا ويقطف جناها. إذا الأيام ثم جاء الحصاد، كلنا ولنا وليركبه كدها. وقت اختبار المرء مطلوب اجتهاد، اما يبني بيوت ولا يهدها. اما يبني بيوت ولا يهدها. كل بنفسه طبعا يجني المفاد، يكسب من الامجاد ذروات مجدها. يكسب من الامجاد ذروات مجدها. راح التعب لابان علمك والوكاد، مبروك فوزك بالنجاح وقدها. راح التعب لابان علمك والوكاد، مبروك فوزك بالنجاح وقدها. مبروك فوزك بالنجاح وقدها. في روضة الابداع دار الثقوبة،
ابني صروح المجد فيك من تبدع فكرة عظيمة ما بهاياك الأعفاء من شخص واعي انتشرها من القاع عمل جميل عطالنا ما اختلافا الصف واحد والهدف سامي الداع في عالم الابداع ما في ارفاع في للتجدد محتوى اشكال الوان